ومذل الأعداء، أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يتاب؟ أين وجه الله؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفات وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ حسين 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 حسين، أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماية؟ يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن العطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا
ابن الصراط المستقيم يا ابن النبي العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طاوى المحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى ليت شعري ليت شعري أين استقرت بك النوى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض إن تقل كوثرى برضوى أو غيرها بذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شايق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أذيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضارى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى إلى متى إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي عزيز عزيز علي أن أبكي أبكيك ويخذ لك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه المكان
من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدتي فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه بالأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى، ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا مما يأخذ بحجتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إلي والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخير ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئا سائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين نقف إجلالا لصاحب الزمان وفي كل مكان بأعلى الأصوات اللهم كن لولي في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. استريحوا لدقائق إن شاء الله لأصحاب الحوائج، للمرضى، لمن أوصوني بالدعاء، لا سيما أحد السادة عند حاجة أدعو له إن شاء الله، وكل خدام العتبة إن شاء الله، وكل الحاضرين والسامعين، ونحن في بيت المولى خادم لكم جميعا إن شاء الله. المغرب من يمر بالناس، المغرب من يمر بالناس، وكل من يرجع البيت يلقى مع لباب الدارب يا الله امتانيته. المغرب من يمر بالناس، بعد تدرون بقلب الوالدة، أنا قلبي يريد يروح للسيدة نرجس سلام الله عليها، لأن تدرون السيدة نرجس بأبي وأمي يوم اللي استشهد الإمام الحسن بأبي وأمي، شقد عمر الإمام صاحب الزمان؟ 5 سنوات بأبي وأمي، بقي هذا الإمام وغاب بأبي وأمي، لم تبقى معه إلا القليل، يعني ما شاف الطعم الإبن، ولا الإمام بأبي وأمي أيضا صاحب الزمان ما تذوق لا طعم الأبوة ولا طعم الأم. المغرب من يمر بالناس، وكل من يرجع البيت يلقم على باب الدار آيا يما يا يما، يلقم على باب الدار يا الله امتانيته، بس امك يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح، بس امك يا ابو صالح باب الدار لاغيته لاغيته، لان كاسر ضلع منها وضلع للباب من طيته. لما اراد الامام بابي وامي بغيبته يقول هنا امه تقله تقله تقله، يا بعد امك تريد تغيب وامك ويا من واها، يا بعد امك تريد تغيب وامك ويا من واها، يا ابني لو رحت عنها يا هل يظل وياها. تدرون هاي الأم غريبة غريبة غريبة، ما عدها لا عشيرة ولا عمام، أوالي تظل أمك غريبة الدار ما ظن يما ترضاها، تتمنى لحد الموت كون الولد وياها. اسمع جواب إمامك يا الله، يقلها ما عوفك يا يما شلون هاي الصير، هو الولد روحه معلقة بأمه، أنا أدري الوالدة ترتاح إذا يمها الولد والشبقة والشمة، أنا أدري الولد سباح قلب أمه تخاف من الهوي لجمايه، وأنا أدري الوالدة من الخوف تتمنى الولد بعيونها الضمة. يما 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 يا محلى الولد لو قال لو قال. الله يرحم دموعكم، ترى إمامكم محروم من اليمة من البوية صاحب الزمان، إن شاء الله هاي دموعكم مع دموع يا الله. أويلي أويلي يا ابن الوالدة تقدر إنم خلفات وما تدري تموت أم الولد لو مات،
أبيات الختام. هاجركم الله، هذه والدة هاي أم، وأكو أم أيضا بأبي وأمي، يقول من طلعوا من كربلاء سمعت الحادي ليلى، قالوا لا تخلون الأمهات يمرن على أولادهن على أولادهن. قالت للحادي، قالت له ترى إذا ما مر على ابن علي أموت، إذا ما يوقف، إذا ما يوقف بممشاه وانزيل وانزيل أذب روح على ابن من على البيل. يا يم يما يقتيل 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 ترى فراق الولد يا ناس يا ناس. مراد مراد أثار الولد لجبد مراد، وش محلاه من يمشي ويا الأولاد. لعبي يا زمان شلون ما راد، عليا 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 يم. لذلك لما رجعت زينب بأبي وأمي، لما رجعت إلى المدينة لأصحاب الحوائج، يا الله كن أختم الأم البنين، يقول قبل لا تدخل للدار زينب تمنت أمنية، كل فاقد يتمنى هاي الأمنية. شنو؟ قالت زينب أتمنى كون أدق الباب ويطلع الحسين على الباب ويقول لي ترى حلم يا زينب يا زينب. اي والله يا زينب، يقول حلم خويا، ترى ذول احنا اخوان، تشوف شلون حلم هذا، شلون طلب، احنا هم نطلب ونقول مولاي مولاي يكون هسه نفتح عيوننا ونشوفك قدامنا مولاي، هذا اللي عنده حاجة، هذا اللي عنده مريض، هذا اللي طالب شوفتك ابو صالح مولاي. اه اه اه, آه تمني تحلم واقعد بحلمي خويا، وفز من نومتي والقاك يمي، انا واشوب قنايك واشم الرياح تمي. يا ام جاوبها ام البنين، يا الله حتى نرفع الايادي باسم ام البنين، باسم السيدة نرجس، واحنا ببيت صاحب الزمان، شو تجاوبها؟ تقول يا زينب يا زينب الثار الولد ما يفرح رباهم، أربع أولاد لا واحد ولا اثنين، الثار الولد ما يفرح رباهم، نكبرهم يجي الموت وخذاهم. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، يا الله إلهي عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. يا الله احفظ إمام زماننا من كل سوء وبلاء، يا الله احفظ لنا ديننا علماءنا مرجعيتنا حشدنا قواتنا، يا الله جميع المدافعين، يا الله احفظهم بحفظك يا الله. إلهي من كان مريضا وعنده مريض بعليل الحسين، من كان محتاجا مهموما مظلوما مديونا فرج عنه يا الله، من كان طالبا للذرية ارزقه ذرية صالحة. إلهي لا تفرق بيننا وبين هذا المكان، لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا. إلهي احفظ زوار الإمامين وخدام الإمامين يا الله، اجعل ثواب هذا الدعاء وهذه الدموع لمولانا صاحب الزمان يا الله. إلهي احفظ العراق يا الله من كل سوء وبلاء، اكفئ شر الأشرار
طوارق الليل والنهار يا الله. إلى شرف النبي الكريم محمد وآله، إلى روح مولاتي فاطمة وأم البنين، مولاتي زينب وأبو الفضل، مولاتي رقية وفاطمة العليلة، السيدة نرجس والسيدة حكيم، فاطمة المعصوم القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، أمواتي وأمواتكم، بلغ اللهم الجميع لا سيما أرواح الشهداء والعلماء ومن مضى من هذا الجمع الكريم والمبارك ثواب الفاتحة مع الصلوات.